الميليشيات فقدت سبب وجودها منذ القضاء على داعش أخي العزيز، ومع ذلك هي ما زالت على الأرض تبلطج وتملك الأرض وتقتحم بيوت الناس وتقتحم حياتهم وتخرسهم وتسكتهم وتنفذ ما تراه. الموضوع ليس له علاقة بمنطق أبدا، هي سيطرة إما أن تزول وإما أن تبقى جاثمة على قلبك. وما دام هناك من لا يحاربها ولا يضادها ولا يقف بوجهها، ستبقى هذه الميليشيات جاثمة على صدرك، هذه ببساطة شديدة. أما إيجاد أسباب وإيجاد مبررات، هذه ليس أسهل منها أبدا. المشكلة الأساسية هو أنه إحنا كعراقيين لم نستطع أن نصل إلى المرحلة التي نصنع فيها وضعنا ونظامنا وأمورنا بأنفسنا. ما زالت تتقاذفنا الرياح للأسف الشديد، ما زلنا مثل يعني كرة تلعب بها مختلف الفرقاء، والفريق الذي يملك الكرة الآن ويصد الهجمات ويهجم على الخصوم هو إيران،